في أسواق المعادن النفيسة سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعاً على خلفية استمرار التراجع في السعر العالمي للمعدن الأصفر النفيس عقب صعود لمستويات قاربت ما قيمته 1830 دولار. عيار 18 سجل ما قيمته 681 جنيه في السوق المحلي، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 795 جنيه، في حين سجل عيار 24 ما قيمته 908 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيه. من المعدن الأصفر إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط مدعومة بقيود العرض والطلب وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الأسعار نحو مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وزادت عقود خام تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2.1% لتصل إلى 83 دولار و82 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بما نسبته 1.9% لتصل إلى 86 دولار و6 سنتات للبرميل الواحد.